لابد من تقديم أحر آيات المواساة والتعازي لجماهير نادي الوداد، لفريق الوداد، لأسرة أربعة مشجعين نشاهدهم على الصورة إن لله وإنا إليه راجعون، ذهبوا لمساندة فريق الوداد في آسفي، ولكن للأسف ذهبوا كأنصار محبين وعادوا جثثا هامدة إن لله وإنا إليه راجعون بعد حادثة سير مروعة حدثت في أحد القناطر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن عشق الكرة ما قتل إن صح التعبير. إن لله وإنا إليه راجعون ولذويهم أحر آيات المواساة، ونتمنى أن يلهم الله عز وجل الصبر والسلوان. فعزاؤنا الوالدين ديالهم في الأربعة اللي توفاو، إضافة لواحد اللي في حالة حرجة، هما من أنصار الوداد ولكن كيقطنوا في الصويرة. نعم. وكانوا راجعين، إلى أنه كانوا راجعين في الليل وكان شوية ديال الضبابة، وتقلبات الطوموبيل في واحد الفوصيب بوحدهم ساكن وماتوا. الله يوسع عليهم والله يرحمهم، وتعازينا لأسرة الوداد. إن الله وإنا إليه راجعون مرة أخرى.